أنا إذا أردنا أن نعرف قيمة المرأة في الإسلام لابد أن نقوم بمقارنة لم يذكرها أحد، مقارنة بينها الآن، بينها في الإسلام وبينها قبل الإسلام. كان قبل الإسلام يأجونها، كلكم تحفظون وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فلما جاء الإسلام الله يجزيكم بالخير السلام، فلما جاء الإسلام حرم الوداع، كانوا يدفنونها حي في التاريخ، فلما جاء الإسلام أعطى لها قيمة خاصة. واجب عليك أيها الرجل، اشتلت عندك البنت، يجب عليك أن تفرح بها وأن تكرمها وتقوم بكل ما أوتيت من قوة من أجل الحفاظ عليها. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أعطاه الله ثلاث بنات وفي رواية بنتين فأكرمها ورباها حتى يعطيها لزوجها يوم القيامة دخل بها الجنة يوم القيامة. أي شرف هذا؟ والله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل للذكور، والله ما ذكر من للأبناء، والله ما ذكر هذا الرجل. من وفي رواية: من عال جاريتين ويدخل تحت جاريتين بنتين أو أختين، مات أبوك وترك لك أختا أو أختين أو ثلاثة أخوات، الله يجزيكم بخير، نسأل الله يرحمك، فأكرمتها وحفظت عليها، أتى بها تواضع يعترف حتى يأتي رزقها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تعطيها لكل من هب وجب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن فعلت ذلك فقد بنيت قصرك في الجنة. أي شرف هذا؟ هذه مرحلة البنت، أنا لا أريد أن أطيل فيها الكلام. المسافة الزمنية الأولى، أنتقل للمسافة الزمنية للزوجة. هي جارسها فتزوجت، طيب من أعطي الصدقة؟ هي الرجل، إذا تكريما لها. هي تقرأ تدرس في المدرسة من الطور الابتدائي للإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة، والرجل يجب عليه أن يجمع النقود ليشتري البقعة الأولى، ثانيا بني الدار، ثالثا فرشها. لمن تسعد؟ أسعد إذا تسعد أي شباب، كل الشباب في الأمة تسعد. تسأله لمن تعدها؟ يقول لك: أعدها لزوجتي. الله، عند عقد النكاح العهد حط صدق بوجود قاطع. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. بغيتي ولا كرهتي؟ أي تشريف هذا؟ تشريف عظيم، تشريف تكريم تقدير. طيب يا سيدي الكريم، جاءت إلى اسمحوا لي الله يجزيكم بخير، جاءت سيدي إلى الدار وجوزا سيدي ليلة السفر بخير وعلى خير. جاء يوم السوق، شو البيع السوق؟ النفقة على الرجل، تكريم للمرأة، هي لؤلؤة زرقاء بيضاء نقية، يجب علينا نحن الرجال أن ننفق عليها. بغيتي ولا كرهتي؟ هي ولو كانت تحت ولو كان في جيبها أو في كنطها أو في رصيدها مليار، يجب على الرجل أن ينفق عليها. أكل مالي، أفنى شبابي، كبر سني، أنا أطلق مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنظر. فنزل القرآن من فوق سبع سماوات، فسمع الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وكرمها، فنزل آية تتلى إلى قيام الساعة. شو هي؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. بالله عليكم، أي تكريم هذا؟ أي تشريف هذا؟ أي تعظيم هذا؟ هذه قضية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكرم، كما قالت الأخت، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. واجب عليك أيها الرجل أن تكرم زوجتي، أنت الذي عقدت لها النكاح، يجب عليك أن تحافظها وتكرمها وتحسن إليها. بغيتي ولا كرهتي؟ هل تعمل؟ ذكرت وإشارت الأخت إلى واحد نقطة مهمة جدا. والله ما عندنا نحن سورة الرجال في القرآن، في القرآن الكريم 114 سورة، والله ما عندنا سورة الرجال، ما عندنا، ولكن عندنا سورة النساء. ماذا يعني هذا؟ يعني التشريف والتكريم للمرأة، ينبغي أن نفهم هذه الحقائق. كانت المرأة قبل الإسلام أيها الإخوة لا تري، تعتبر متاع تباع وتشترى، فجاء الإسلام فورثها الزوجة، إما الربع وإما الثمن، الأم إما السدس إما الثلث، الأخت شقيقة تري، فورثها الإسلام شئنا أم أبينا. ننتقل أيها الإخوة إلى المسافة الزمنية الأخيرة، مسافة واخا قلنا سيدي البنت جاري صباح 20 عام ولكن عشان تزوجت بعد عام وعامين، الحمد لله جاء الحمل، اللهم لك الحمد، ولدت محمد وزيد وبكر وعمر، ولدت
عشرة لكي يجي النص من السماء. رد جوالكم، هذه وليدة ديالكم. الله إلى ما سنت لك الورق وطارتك الجنة. فشنو هي هذه الأم؟ جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله من هو حق الناس بحسن صحبتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. يا رسول الله ثم من؟ أمك. ثم من يا رسول الله في الرتبة الثالثة؟ أمك. ثم من يا رسول الله؟ ثم أبوك، ثم الأدنى فالأدنى من ذوي القربى وذوي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. شئنا ما بينا، أنا أكرم بنتي لأني أنظر إلى البعد أني سأدخل بها الجنة. أنا أكرم زوجتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أنا خيركم لأهلي وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وكان صلى الله عليه وسلم يفتخر ويعتز بحبه لزوجتي. أنا أحب أمي وأكرمها، أشتري لها الدواء والغذاء وأصبر في حقي. علاش؟ لأن كما قال الأستاذ الجنة تحت أقدام الأمهات. هكذا درت الأم الجنة، هكذا درت لي هكذا. الله إلى ما جيتي الله، والله لو وصلتي لو وصلتي الجنة، والله إلى ما سلت لك الأوراق والله لا دخلتي الجنة. إذا شكون هي هذه؟ علاش ما كنتي على من كنهضروا أيها الإخوة؟ نتحدث عن المرأة اليوم، بنتا كانت أو زوجة أو أمة أو حتى جدة. أيها الإخوة الأعزاء، لا أحب أن أطيل عليكم. على كل حال، القضية الحمد لله واضحة بأن المرأة مطهرة مكرمة معززة، ونحن نفرح لها، لسنا ضدا لها، فرحنا لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رضا آبائنا وأمهاتنا ونصح بناتنا، وأن يرزق لهن أزواجا صالحين يناسبون لهن ويسعدهن في الدنيا وفي الآخرة. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رضا أمهاتنا وآبائنا وشفاعة القرآن العظيم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والدنيا هنا، والدنيا حتى هنا، حتى هنا. الدولة بعض الدبي بيتقولوا فينا الله يرحمه، حتى هنا نحن نعمل من أجل الإيه؟ فين؟ الآخرة، الجنة. نسأل الله أن يوفقنا، نسأل الله أن يهدينا للصراط المستقيم، نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا للصراط المستقيم. وأستسمحكم إن طولت لكم شيئا ما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.